مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم معنا، وكل عام وانتم بألف خير وتقبل الله طاعتكم. وأكيد سعداء بهذا التواصل الجميل معكم يوميا بشهر رمضان المبارك وفي برنامجكم اليومي لأجلها، اللي يسلط الضوء على كثير من المواضيع المتنوعة وأيضا على الإبداعات والمواهب الشبابية النسائية اللي أنجزوا ولهم كثير من الإنجازات الجميلة سواء كانت محلية أو خارجية. راح نتكلم إن شاء الله أكثر وأكثر من خلال برنامجنا وبوجود فقرتين. الفقرة الأولى راح تكون إن شاء الله معنا فقرة رياضية مع الكابتن خالد، كل يوم يتحفنا بنصيحة جديدة وتمارين رياضية أيضا جميلة تفيدنا بحياتنا اليومية. وعندنا نهاية بآخر حلقتنا راح تكون معنا فقرة عن التنمية البشرية. كل هذا إن شاء الله راح تشوفونه ببرنامج لأجلها. نطلع معاكم نشوف الفقرة الرياضية ونرجع نتواصل مع إنجاز نسائي جميل بوجود ضيفة مميزة ورياضية معنا، بتشوفونها إن شاء الله من بعد هذه الفقرة. السلام عليكم، شكرا لك اخت اماني. حصتنا اليوم سهله في متناول الجميع، بس حاول ان نتبع الحركات ونطبقها بالطاقه اللي عندك باللي تقدر عليه. مو لازم تكون سريع، مو لازم تسوي الوقت كامل، دقيقه اثنين ثلاثه ترتاح وتعيد، مو مشكل، المهم المداومه. يلا نبلشوا مع بعض. اول تمرين يمين يسار، نسحب رجلي يسار يمين على طول، نحاول نحرك الممبر كل ايديا ورجليا، اوكي، على جنب مو الخلف، على جنب. كمان يمين يسار، يمين يسار، نحاول نخلي رجلي ستريت على جنب، اوكي. ما نسوي نص خطوه هنا على الاخر، اوكي. دقيقه تمرين الاول. التمرين الثاني يكون ممكن اصعب شوي، سكواد يمين يسار. يلا واحد هوب، يمين يسار، اثنين يمين يسار، ثلاث يمين يسار، اربع يمين يسار، خمس يمين يسار، ست يمين يسار، سبعة يمين يسار، ثمانية يمين يسار، واحد يمين يسار، اثنين ثلاثة. حاول كل تمرين دقيقة مينيموم، دقيقة زين. يمين يسار سكواد، يمين يسار سكواد، يمين يسار سكواد، ليفت رايت سكواد، ليفت رايت سكواد، ليفت رايت سكواد، ليفت رايت. هذا التمرين الثاني. مر التمرين الثالث، ني اب ني اب، جامب خفيف، بام 1 2 3 4 5 6 7 8. ممكن على مكاني، سهل على مكاني، على جنب يمين يسار، ممكن حرك اليدين، اوكي، يمين يسار يمين يسار، اوكي. ثلاثة تمارين سهلين في مقدور الناس كل، حاول ونعيدهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة مرات. ما ننسى نشرب الماء، نشرب الماء بكثرة بعد الإفطار، ونقسم الأكل متاعي، ما ناكل وجبة كاملة مع بعضها دسمة، حاول ثلاثة أربع وجبات عادي وقت الإفطار بعد صلاة العشاء في السحور، ما شاء الله عندي كتير وقت. وشكرا لكم، ونشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم، معكم الكابتن خالد. انت
إنجازات الشباب الكويتي كبيرة في مختلف المجالات، وهذا يدعونا للفخر والاعتزاز. كلما كان حجم الإنجاز كبير فنحن أبناء هذا البلد المعطاء. الإنجازات الرياضية لم تعد مقتصرة على الرجال فقط، فها هي البطلة من والشمري تحقق إنجازات في مجال هوايتها وهي لعب كرة الطاولة. بدأت ممارسة كرة الطاولة في سن 18 في نادي السلمية الرياضي، وبتشجيع وفضل من أهلها أصبحت من والشمري أحد أبطال الكويت في هذه اللعبة. على الرغم من الصعوبات التي واجهتها حققت الكثير من الإنجازات المشرفة، وآخرها كانت حصولها على الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة الإمارات المفتوحة لكرة الطاولة 2017 في دبي. عودة جميلة معكم مشاهدينا، ويعطي ألف عافية الكابتن خالد على التمارين الرياضية وأيضا النصائح الذهبية اللي لازم الكل ياخذها بعين الاعتبار. طبعا ويانا ضيفتنا اليوم منورتنا في برنامجنا لأجلها، أرحب فيك أكيد بوجودك ويانا ومسي عليك بالخير، وكل عام وانت بألف خير وتقبل الله طاعتك. اللاعبة المميزة وأيضا محامية بنفس الوقت من والشمري، لعبة كرة تنس طاولة، يا أهلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم وانتم بخير صحة وسلامة، ويعطيكم العافية على اللقاء الطيب. الله يسلمك، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. من وأنا سعيدة بوجودك ويانا، لأن لك ما شاء الله إنجازات كثيرة تشهد لك، خصوصا يعني لعبة تنس طاولة، يعني خلينا نقول لعبة مو الكل مثلا يلعبها أو مو الكل يعرفها أو يعرف شنو قوانينها، أنت تميزتي بهاللعبة هذه، وأيضا ما شاء الله عليك يعني مع هذا تحديتي كثير من الصعوبات وصولا لإنجاز رائع ومشاركتك في أكثر من إنجاز وحصولك على ميداليات. لو بعدت ما راح أخلص مني لين باكر، الله يزيد ويبارك. إذا كانت هي ميدالية ذهبية أو فضية يعني، وحتى أيضا حصلتي على شهادة تحكيم، وأيضا أنت محكمة بهذه اللعبة اللي هي لعبة تنس الطاولة. فبداية كلمينا عن تجربتك وحصولك، نبارك لك على يعني مركز جميل من خلال مشاركتك في بطولة دبي 2017 هذا الموسم يعني، وكانت أكيد مشاركة مميزة لك، وأنا وياك دردشنا قلتي هذه مشاركة عزيزة وغالية على قلبي، فليش يا منوى؟ في البداية الحمد لله يعني هذه الميدالية صارت يعني في ظل ظروف صعبة، أي الإيقاف وما في معسكرات وقلة التمرين، فبالنسبة لي هذه صارت عزيزة. ليش؟ لأن يعني إحنا كنا ناطرين بطولة نشارك فيها، ما كنا ناطرين حتى إنجاز، ناطرين بس بطولة نشارك فيها بسبب هذا الإيقاف. فلما صارت هذه البطولة يعني قالوا يلا ما يخالف بس على الأقل مشاركة لكم شوية يعني تنتعشون فيها. فلما حققت الميدالية الحمد لله يعني كانت البطولة والمنافسة كانت قوية، فلما حققت الميدالية كانت شوية صدمة يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ان شاء الله يا رب من هالاعلى. مو غريب عليك منوى كونك ما شاء الله تميزتي بهذه اللعبه وحصولك على الميداليه الفضيه. بالنسبه اكيد للتدريب يعني لكم تدريبات خاصه وايضا مدربينكم معاكم واستعدادات وتجهيزات، فودي اعرف منوى اهم الاستعدادات والتجهيزات اللي دائما يعني تاخذها بعين الاعتبار وتتدرب قبل لا تدش اي بطوله. طبعا قبل اي بطوله لازم تتمرن على فترتين باليوم، بس انا شويه وضعي ما يساعدني اتدرب فترتين باليوم، لكن في بطولات معينه يعني خلاص اتفرغ مثلا قبلها على الاقل بشهر او 20 يوم اتمرن على فترتين، فتره الصباحيه والفتره المسائيه، ساعتين الصبح وساعتين بالليل. فيعني التمرين الصبح يكون قوي وتمرين العصر يكون خفيف مع مباريات، يعني اقسم يومي قبل البطوله كذي بهالطريقه ان اتمرن فترتين. ممتاز، حلو. منو احنا الحين بشهر رمضان المبارك، انزين، ويعني شهر جدا جميل وشهر الطاعه، فالواحد شوي يعني فتره الصيام تختلف الاجواء عن الايام العاديه، فودي اعرف تدريباتك بشهر رمضان شلون تكون؟ هل هي قبل الفطور بعد الفطور؟ طبعا تدريبات رمضان تكون بعد الفطور، بس انا بالنسبه لي افضله قبل الفطور، واحاول انسق وقت تدريبي مع المدرب قبل الفطور، لان بعد الفطور اساسا عندي شغل في المكتب. حلو. فاحاول اني اتدرب وانا صايمه، يعني افضل اني انا اتدرب وانا صايمه على اساس استغل وقتي، وبنفس الوقت انا احب اتمرن وانا صايمه. وشلون اجواء رمضان وياك؟ والله يعني برمضان بالعكس، يعني انا اكون مرتاحه، يعني الشغل يكون اقل اخف والتمرين هم يكون اخف واحلى،
خصوصا ان انت ما شاء الله يعني منوع لاعبه وبنفس الوقت ايضا عندك مهنه المحاماه، فشلون تقدرين تنسقين بين هالشيئين؟ ما يشكلك صعوبه شوي؟ اكيد يعني انا وقتي تقريبا يتضارب مع يعني وقت التمرين يتضارب مع وقت الشغل، لكن بالايام العاديه اخلي تمريني وقت الغداء، في ايام رمضان احاول يعني كثر ما اقدر انسق انا والمدرب ان نتمرن قبل الفطور. والاكل شلون، هل يختلف عليك؟ يعني برمضان احنا نصوم بس على حزه الفطور الواحد يكون يعان وده ياكل عاد، تشوفي التشريبه والمأكولات اللي الواحد بالفعل يعني الدسمه اللي حزتها يخرب حتى الرجيم ماله. لا انا بالنسبه لي اعاني مع وزني طول السنه، بس برمضان الوقت الوحيد اللي وزني ينزل فيه، لانه يعني ما تقريبا انا اهم شيء عندي مهم عندي الحلو. أيوة. هو اللي زايد برمضان الحلو، وانا بالنسبه لي مو شيء اساسي، اهم شيء الجيمات يعني عادي ما احب غير الحلو ما بيعدد انا ترى وايد صراحه احب الاكل يعني ما احب الحلو، فيعني طول السنه اعاني من وزني بس برمضان ينزل وزني. ما شاء الله العكس، انت فيهم برمضان يزيد تزيد اوزانهم مع السنه ما عندي يعني يمدينا ناكل. أيوة. على ما تفطرنا خلصنا رحنا الشغل ردينا خلاص وقت دايخين وقت السحر بالضبط، يعني خلينا نقول بالذات اللي يكون عندهم مشاغل كثيره كونش ما شاء الله تتدربين قبل الفطور وبعد الفطور، يعني يا دوب الواحد شوي تفطر ويركض يروح يخلص ايضا مشاويره، يعني انت عندك مهنه المحاماه ايضا مرتبطه فيها. بس ايضا ودي اتطرق لجانب اخر، من خلال هالاستعدادات والتدريبات هل في معسكرات خارجيه تقومون فيها قبل ايضا مشاركتك لاي بطوله سواء كانت محليه او خارجيه؟ والله هو المفروض أن يكون لنا معسكر قبل أي بطولة، المفروض هو المعسكر تجهيز لبطولة معينة. عدل صح. وفترة الصيف على أساس أن يعني يستغلون هذه الفترة أن يطورون مهارات معينة طول السنة ما تكون متواجدة ويخلونا نحتك بلاعبين أكثر، لكن يعني من فترة طويلة يعني للأسف ما صار عندنا معسكر، بس إن شاء الله رادين إن شاء الله بإذن الله. من وإيش معنى اخترتي يعني هذه الرياضة أو هذه اللعبة؟ عندنا ألعاب كثيرة ورياضات مختلفة، فايش معنى يعني تنس طاولة؟ اخترت تنس الطاولة بالبداية بسبب بطولة خليفة الأولى. أيوة. بطولة خليفة الأولى اللي ينظمها نادي السالمية، الشيخ هادي يوسف الله يرحمه كان هو ماسك النادي وكان ينظم هذه البطولة، وكان الاهتمام الإعلامي مو طبيعي على لعبة تنس الطاولة بنادي السالمية، كونها أول لعبة البنات يلعبون فيها بالنوادي هذه نادي السالمية والقادسية واليرموك حلو أو الكويت أو غيره، فشفت الاهتمام باللعبة وكثرة المعسكرات وكثرة البطولات، الاهتمام يعني بالعربي الفصيح الاهتمام الإعلامي هو اللي خلاني أتوجه حق هذه اللعبة، كنت أحبها وأحب ألعب وايد غيرها، يعني أركب خيل، يعني ألعب أكثر من لعبة وعندي السباحة، بس ركزت على تنس الطاولة بسبب الاهتمام فيها، يعني غير الاهتمام الإعلامي أن الشيخ هادي الله يرحمه الله يرحمه والشيخ نور كانوا تقريبا مركزين عليها بشكل كبير. حلو. خاصة أن أول فريق بنات فكانوا مركزين عليه ومهتمين فيه، عشان كذي انا ركزت على هاللعبه. فانجذبتي اكثر لهذه اللعبه، ايش كثر صار لك تلعبين اللعبه هذه من وين؟ تقريبا من 2008. من 2008؟ اواخر 2007 بدايات 2008. ومن اللي شجعك بالبدايه يعني وقالت من ولا دشي؟ يعني الواحد ساعات يكون متخوف لما يدش اي لعبه او اي رياضه مثلا ان هل الرياضه هذه راح استمر فيها او ما راح استمر فيها، هل في ناس راح تشجعك فعلا على دخولك لهذا المجال او لا؟ شوفي بالنسبه لي انا يعني ما ادخل شيء الا يعني ادري ان انا اقدر انجز فيه، اي ما اجازف، فبس يعني بالنسبه حق الرياضه انا يعني كنت ابي ويعني متحمسه حق هالشيء، بديت كبيره وهذا الشيء ما شجع الكل. باي عمر كنتي؟ 17 سنه. 17 طبعا ما تأيدين الواحد شوي لازم يكون متاسس اكثر من عمر 5 6 سنوات يبدون، انا بديت كبيره فما حد توقع ان انا راح اوصل حق المستوى، ما حد توقع اني راح انجز هالانجازات، وكلموني من قبل اداره النادي انت يعني ترى احنا ممكن انت ما تنجزي، ممكن ما ناخذك، ممكن ما ينفع لان عمرك كبير. فانا اصريت، كنت اتمرن قبل اللاعبين بساعه وعقبهم بساعه عشان اوصل حق اللي هو حق اللي انت تبينه، والحمد لله تعديت. وما شاء الله من خلال حبك ايضا يعني منوى حبت هذه الرياضه وابدعت فيها، مع انه مثل ما قلتي يمكن هالصعوبات هذه اللي واجهتك كل هالعراقيل هذه راحت من قدامك من بعد ما انت تشجيع الاهل يعني إيه؟ اكثر شيء تشجيع امي وابوي هو اللي شجعك اكثر، إيه هم اللي كانوا داعمين. من اكيد يعني في ناس سبحان الله يقولوا لك لا منوى يعني ما انصحك تدشين بهالعمر هذا، روحي رياضه ثانيه او لعبه ثانيه، بس مع هذا الحمد لله تعديتي كل هالامور هذه. اكيد يعني امي وابوي مثلا معاي وانا واثقه ان انا اقدر اسوي هالشيء،
اكيد راح انجز راح احقق. وجبتي انجازات، الحكي هني بالانجازات بعد منو يعني ما نقول بس دشيتي كرياضه وهذه اللعبه تحبينها، لا مع هذا ما شاء الله جبتي انجازات وحصلتي على ميداليات وصولا لشهاده تحكيم، صرتي محكمه في هذه الرياضه، فخلينا نتكلم عن يعني هالمجال، شلون قدرتي تحكمين في هذه اللعبه؟ شو اللي استهواك يعني لدخولك هذا المجال؟ هو الفضول. أيه. يعني احب اتعلم، عرفتي؟ يعني انا قاعده افكر ان حتى لما انا ابطل اتجه حق التدريب، ابي اخذ شهاده تدريب. حلو. يعني غير شهاده التحكيم، شهاده التدريب. شهاده التحكيم يعني تقدرين تقولين ابي اتثقف بالرياضه زياده. حلو. وحصلت على هذه الشهاده، بس يعني توجهي ان شاء الله حق التدريب بعد ما اعتزل. ممتاز، راح تتوجهين حق التدريب وتدربين ان شاء الله بناتنا يعني وتاسسينهم منو، فاكيد احنا محتاجينك دائما تكونين معنا. هل يعني فكرتي يعني توقفين عن اللعبه كرياضيه، تزاولين هذه الرياضه وتتجهين للتحكيم، تركزين على التحكيم اكثر، ولا لا راح تكونين بين البينين؟ ابدا ما فكرت يعني اتركها علشان التحكيم، ممكن اتركها علشان التدريب. حلو. بس يعني بالوقت الحالي يعني للأسف أغلب الرياضيين فكروا إنه خلاص يعتزلون، بس يعني أنا أشوف إنه لا أقدر أنجز، أنا يعني وصلت حق مستوى لا أقدر أنجز فيه، أنا أدري إني أقدر أنجز فيه، أعرف إن شاء الله متى أنسحب إن شاء الله. بس ما فكرتي بالاعتزال حالياً؟ يعني مو وايد بعيد، يعني مو وايد بعيد، يعني في مشروع اعتزال بعدين من وين وتتفرغين للتحكيم ان شاء الله؟ يعني في شغله ببالي اذا حققتها ان شاء الله بعتزل. ان شاء الله احنا نتمنى تكونين دائما ويانا اكيد وموجوده في هذه الرياضه، لانك انت يعني ما شاء الله مثال جدا رائع اكيد، ونفتخر في كوجود بنت كويتيه تهوى هالمجال هذا الرياضي الجميل، اللي بالفعل يعني الواحد لما يشوف هالانجازات والمشاركات وبطولاتك ايضا مو بس محليه وخارجيه يتشجع اكثر في انه يدخل عياله في هذا المجال. بس هل في اقبال فعلا بامانه وبصراحه عندنا على هذه الرياضه هني؟ والله بصراحة بالفترة الأخيرة يعني صالتنا يعني فولت، ما تندخل من البنات الصغار، وبالعكس يعني هذا الشيء زين إن الأجيال الصغيرة هذه لما تأسسينها عندنا تقريبا فريق حق كل المراحل السنية. أي. فهذا اللي يفرق أساسا مستوى المنتخب. حلو. فبالفترة الأخيرة لا الإقبال يعني وايد قوي على في إقبال الحمد لله قوي على هذه البنات الصغار، أيضا منتشرة يعني. إي لا لا منتشرة الحمد لله يعني بالفترة الأخيرة خاصة، يعني على ايام اول ما شاركت انا ما كان في بنات صغار، لكن بالوقت الحالي لا عندنا اعمار من 5 سنين، عندنا اقل بعد، عندنا لاعبه عمرها 4 سنين يمكن 4 وشويه. حلو، يعني خلينا نقول فيه الحمد لله اقبال وتشجيع من قبل ايضا اولياء الامور على هذه الرياضه اللي هي رياضه التنس طاوله، رياضه جميله مشوقه اكيد، وراح نتطرق حق كثير من الامور منو، وراح اتكلم ايضا اذا كان في دوري ما بينكم بين النوادي النسائيه، فكل هالأمور هذه إن شاء الله راح نتكلم فيها، ولكن مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ونرجع راح إن شاء الله تواصل ويا ضيفتنا. عودة جميلة معكم مشاهدينا، وأرجع أرحب بضيفتنا اليوم في برنامج لأجلها، اللاعبة والمحامية منوى شمري لاعبة تنس طاولة. يمكن وقفنا عند نقطة معينة منوى، اللي هو هل في دوري خلينا نقول كرة اللي هي دوري تنس طاولة بينكم أنتم كنوادي نسائية؟ للحين للأسف ما في دوري. أيوة. يعني يحاولون ينظمون بطولات تنشيطية، بطولات ودية بيننا وبين النوادي، احنا 3 نوادي للحين بالكويت. أيوة. نادي العيون في الجهره. حلو. ونادي سبع صباح في القرين ونادي الفتاه في الخالديه، فللحين يعني ما في دوري رسمي للاسف. هل يعني نقول مثلا من وين ما في دعم ولا يبي لها تفكير هذه؟ هو يعني فعليا ما في دعم، يعني عشان ما يعني ما نرفع شيء موجود اساسا او ما نكذب على نفسنا. اي يعني فعليا ما في يعني بعد يبيلنا. إذا ما رحتوا أنتوا يعني كونكم كبنات مع بعض يعني وفريق أيضا، ما رحتوا كلمتوا بعض الجهات عشان تدعمكم؟
يعني عندنا ما شاء الله كثير من الجهات اللي ممكن تدعمكم في هذه الرياضة. والله بصراحة يعني بالنسبة لنا يعني أنا بالنسبة لي مو متفرغة أني أنا أدور جهة ممكن تدعمنا أو كذا، عرفتي يعني يا الله إحنا نبي من الجهات الحكومية بس، نبي اهتمام، نبي دعم، نبي بطولات ونبي معسكرات. ممتاز. هذا اللي إحنا نحتاجه فعلياً. يلا إن شاء الله هذه دعوة جميلة أيضاً من برنامجنا لكل الجهات عشان تدعمكم في هذه الرياضة وهذه اللعبة المميزة. أيل خلنا نتكلم على إنجازاتك وحصولك على كثير من الميداليات ما شاء الله منها، فكلمنا على البطولات اللي شاركتي فيها سواء كانت محلية أو خارجية. يعني البطولات المحلية أو الخارجية والله ما أذكرهم، يعني كثير عندي ميداليات ذهبية وميداليات فضية وعندي ميداليات برونزية، عندي على مستوى العرب وعندي على مستوى الخليج، عندي ذهبيات وعندي برونزيات وعندي فضيات، بس بالنسبة لي يعني دائما أول بطولة تكون عزيزة، أول بطولة شاركت فيها بحياتي أو هي أول بطولة فيها ميدالية جبت برونزية. هذه أول بطولة؟ أي وين كانت بالضبط؟ مع نادي السامية بالأردن. بالأردن. أي فهذه الميدالية عزيزة علي لأنها أول ميدالية مع نادي السامية كانت. أول ميدالية، وشان كانت الأجواء المنافسة خصوصا بوجود فرق عالمية أيضا هناك وأبطال يعني وبطلات من جميع الدول. أي يعني أنا كنت توني مشاركة صار لي تقريبا سنة. أي. واللي ألعب ضدهم يعني على الأقل 10 سنوات صار لهم في اللعبة كانوا قدام، يعني كنت كتبوا إن من مفاجأة البطولة إن لاعبة جديدة وفازت ومباراة قوية كانت ومباراة فصالة اللي فزت فيها، فعشان كذي يعني هالبطولة عزيزة علي، يعني انعرفت من هالبطولة. انعرفتي من هالبطولة، هل كان في تخوف أول شيء بالبداية من كونتش يعني أول مشاركة لك، وأيضا كان في أسامي هناك من بعدها أكيد هم صاروا يخافون يعني خلينا نقول البطلة من موجودة، لا هذا هني يعني الواحد شوي لازم يعني يستعد أكثر عشان يقدر يواجه البطلة من خصوصا في هذه الرياضة؟ بصراحة بالبداية في تخوف يعني لعبتنا أعصاب لازم تحكمين بأعصابك وكذا، فبالبداية كنت صراحة متخوفة، بس مع الوقت مع التشجيع والكل تعاطف معي، لاعبة جديدة وتوها بادية وكذا وقاعد تقدم هالمستوى، فتقريبا كل ملعب تعاطف معي، يعني هذا أعطاني حماس ما خوف. بالبداية خفت بس لما شفت التشجيع قلت ما عندي شيء أخسر. أكثر تحدي الحمد أكيد لله. قلت ما عندي شيء أخسر، يعني لو خسرت منها عادي، يعني هي معروفة ومن متى تلعب، أنا توني، وإذا فزت فأنا بكون مفاجأة. الحمد لله. يعني خلينا نقولها انفتح لك باب من خلال مشاركتك بهالبطوله الى ابواب كثيره وانجازات اكثر يعني ونجاح جميل اضاف لك واضاف اكيد لكل بنت كويتيه، رفعتي فيه اسم الكويت، علم الكويت، واحنا ايضا نفتخر فيك من ولا انك انت قاعد تروحين باسمك وباسمنا هم بعد اكيد، يعني فنستمتع اكثر لما نشوف هذا التحدي وهذه المنافسه الشريفه في هذه الرياضه. اذا يمكن في كثير من الاسئله الواحد يمكن تيجي على باله في هذه الرياضه، يمكن أنا السؤال اللي دائما يعني أسأل في أي لعبة شنو هي اللعبة هذه تعتمد على شنو بالضبط منوع، خصوصا تنس طاولة شنو أهم شيء لازم اللعبة تركز فيه؟ تركز على السرعة، توافق العضلي العصبي واللياقة العالية. أهم شيء. أهم شيء، والناس لما تسمع تنس طاولة يقول ما تحركون، بس بالنسبة لهم لأن هم يلعبونها بطريقة يعني هواتي وهم يعني واقفين يلعبونها، بس لما يشوفون التدريب الفعلي بالنوادي لا لياقة وسرعة عالية. هل تحتاج حق جسم معين هذه اللعبه او الرياضه او اكل خلينا نقول حتى نظام غذائي معين؟ كل الرياضات تحتاج ان الواحد يحافظ يعني يحافظ على لياقته ويحافظ على جسمه، بس يعني الطول يساعد في اللعبه، بس يعني غالبا ما تحتاج مثلا نفس كره السله، لا يعني عادي لعبه عاديه مو متطلبه لهالدرجه، يعني مو خلينا نقول لعبه شوي معقده او الواحد محتاج انه هني مثلا يعدل شوي جسمه اكثر، لا تحتاج اهم شيء اللياقه البدنيه خفة، يعني هي تحتاج خفه، اذا لاعب ثقيل يصير عنده مشاكل بالحركه. في صعوبات انت واجهتيها بهالرياضه هذه؟ مشكله بس الاصابه هي اللي يعني تازم تقريبا نص لاعبين تنس الطاوله بالكويت. يعني واحد لما يشوف تنس طاوله يقول يعني شنو اصاباتها مثلا من وين؟ يعني في عندك التنس قلبه تصير اللي يصير مشكله يعني يبي لها ابر بالعظم، وفي عندنا مشكله اللي يصير بالكتف بلوح الكتف الخلفي، يعني هذه الاصابات اللي ممكن أغلب تحدث بهالرياضه، ممكن مع الحركه السريعه تصير صار عندي مره تمزق بريولي بالنفس تحركت حركه غلط وصار تمزق. تبي شي نصيحه للبنات؟ يعني انصحهم اي واحده عندها طموح تروح تتجرأ شوية وتثق بقدراتها وتبادر، وكثر ما تعطي راح يرد لها هذا المردود،
ما في شيء اسمه مستحيل، اذا انت حاطه شيء في بالك تبين تسوينه راح تسوينه ان شاء الله باذن الله. يعطيك الف عافيه منوى الشمري اللاعبه المتميزه وايضا المحاميه على وجودك معنا في برنامج لاجلها، ونتمنى لك التوفيق الدائم ان شاء الله يا رب. يعطيكم العافيه. الله يسلمك يا رب. اذا مشاهدينا بكذي قبل لا نختم معاكم ننتقل نشوف الفقره الجميله اللي مجهزينها معدينا عن التنميه البشريه ونرجع نتواصل معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أيامكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج لأجلها. حقيقة قبل ما أبدأ في موضوعي أنا ودي أتكلم وأقول الكثير من الأفراد يقولون بأن شهر رمضان شهر التغيير، أي نعم شهر التغيير، بس أنا أرى بأن شهر رمضان بداية للتغيير. يعني أنا بتغير مو عشان شهر واحد وبالتالي أرجع إلى وضع السابق، إلى نمط حياتي السابق، يعني كأني غزيت ما غزيت. فبالتالي أنا لازم أحدد ماذا أريد، ماذا أريد في هذا الشهر المبارك. أنا أعتقد أن في مجموعة من الأشياء لازم نركز عليها. أولا مراجعة النفس، يعني أراجع نفسي أقول أنا والله شنو الأشياء اللي سويتها وشنو الأشياء اللي ما سويتها وشنو الأشياء اللي سويتها غلط الآن لازم أصححها وشنو الأشياء اللي لازم أسويها الآن، جاءت الفرصة الآن لأني أسوي هذا الشيء. أما أني أنا والله بروح يوم يومين وبعدين برجع لوضع القديم، لا. أنا أقول شنو اللي راح نتغير. رقم واحد، اولا ضبط الانفعالات والشهوات، لان الانسان اذا استطاع ان يضبط انفعالاته وشهواته فانا اعتقد انه قدر يتغير تغيير كبير. يعني تغيير، اذا ما اقول تغيير كلي ولكن اقدر اقول عنه تغيير كبير. فبالتالي الانسان لازم يحاول ان يضبط الانفعالات ويحاول ان يهدي من نفسه ويحاول ان يقلل من السلوك الاندفاعي الموجود عنده، هذا من خلال التدريب ومن خلال ممارسه اشياء جديده. هذا واحد. اثنين، ضبط السلوك الاستهلاكي. يعني الان احنا في الايام العاديه ناكل ونشتري واشياء، فبالتالي انا اعتقد في شهر رمضان يفترض ان يكون في هناك نوع من الضبط لهذا السلوك الاستهلاكي وتوجيه التوجيه السليم. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثه، نمط التفكير. يعني احنا احيانا تفكيرنا يكون تفكير يا اما مشوش يا تفكير غير موجه، لذلك انا اعتقد ان في شهر رمضان فرصه جيده ان نعيد النظر بنمط التفكير مالنا ونحاول ان يكون تفكيرنا ارقى من الحالي عن طريق معرفه الابعاد المختلفه لاي موضوع، معرفه قدراتنا وامكاناتنا، ومحاوله ايضا زياده في الادراك وزياده في المعرفه من خلال القراءه، من خلال التجارب، من خلال الخبرات. كل هذه أشياء تعطينا فرصة لأن يعني نطور من نمط تفكيرنا. الشيء الآخر أيضا علاقاتنا مع الآخرين. أنا أعتقد الآن فرصة جيدة، لأن إذا كان في هناك أي نوع من الخصام وأي نوع من عدم الارتياح بين فردين، أنا فرصة أن الإنسان الآن ينسى الماضي، يفتح صفحة جديدة ويرجع إلى الآخرين ويحاول أن يكون علاقة زينة معهم، وأساس أن نقدر نقول بدءا من الأهل، يعني يكون صلة الرحم وبعدين مع الأقارب مع الأصدقاء. الشيء الآخر أيضا برمضان أنا أعتقد مو بس أنه والله يعني أني أنا الصبح أكون مثلا نايم وبالليل أسهر، أنا أعتقد أن هذا يعني نمط، أنا أعتقد أن أنا قاعد أتعب نفسي ماله بشكل غير طبيعي. لا، لازم أنا أمارس حياتي في النهار بشكل طبيعي، والنوم أيضا يكون بشكل طبيعي، وأيضا الأكل يكون بشكل طبيعي. يعني مو معنى أن إحنا المشكلة إحنا برمضان نعتقد أن والله التغيير يكون عن طريق تغيير النوم والأكل. يعني نشوف أنه الصبح ما ياكلون بالليل يصرفون في الاكل، او ان النوم الصبح ينامون بالليل يسرون، هذا مو يعني مو تغيير. هذا اعتقد ان هذا نوع من شوف بعد رمضان الواحد يزيد من العصبيه عنده، ويصير عنده نوع من التخمه، ويصير عنده نوع من الانتفاخ والبطن، امراض كثيره تصير عنده. ليش؟ لان حقيقه ما عرف شلون يستغل شهر رمضان استغلال جيد. انا اعتقد شهر رمضان باختصار في جانب روحاني، في جانب رياضي، في جانب ثقافي، في جانب اجتماعي، في
جانب نفسي، فبالتالي الإنسان مطالب بأن يعبي جميع هذه الاتجاهات أساس أنه يقدر في النهاية يوصل إلى حالة من الاتزان والاستقرار. فأنا دعوة يعني خالصة للجميع بأن يستغلوا شهر رمضان في ممارسة عادات جيدة، في ممارسة سلوكيات جيدة، في تغيير نظام التفكير، في تغيير نظام العلاقات، في تغيير نظام الأكل والنوم. فأنا أعتقد أن الكل عارف هالشيء هذا، لأن إحنا ما نبي نقول والله التغيير، وإنما نقول أن شهر رمضان بداية للتغيير الحقيقي في نمط حياتنا وفي شخصياتنا. أنا عند هذا الحد أتوقف عند هذا الحد، وأتمنى لكم طيب المنى وطيب الإقامة وطيب شهر رمضان، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم. وصلنا معاكم للختام مشاهدينا، ونتمنى من الكل استفاد اليوم من خلال الفقرة الرياضية مع الكابتن خالد، وأيضا الفقرة التنمية البشرية، وبوجود ضيفتنا الرياضية المميزة من والشمري، اللي بالفعل إن شاء الله كانت لها كثير من الإنجازات والإبداعات اللي الواحد يفتخر فيها. إذا إن شاء الله نلتقي معاكم باكر بنفس الحزة. أشوفكم على خير، مع السلامة. Thank you.